بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم يا شباب؟ إحنا موجودين في قرية كفر النعمة اللي صار فيها الحادث القتل اللي غدر السيدة صابرين التي غدرت يوم أمس أو قبل 3 أيام على يد زوجها وهو الآن في السجن، وسنعمل تقرير عنه بإذن الله تعالى قريبا، ولكن الآن في حديقة كفر النعمة ومعنا معتز السايس سيعرفنا على هذه الحديقة. تفضل معتز. عمي طلب مني اليوم تفوتوا على حديقة كفر النعمة، واحنا وصلنا بوابة كفر النعمة، حديقة كفر النعمة، واحنا على المدخل هسه. احنا تفضلوا يا جماعة، احنا في الحديقة صرنا اول المدخل، تعال ندخل من هون. بنتجمعوا مرة ثانية. هذه حديقة كفر النعمة شباب، طلعوا بأحلى الورود بأحلى الأشجار اللي فيها. طيب هذه الحديقة يعني بيبقى ناس كثيرة معتز، يعني بيجوا عليها ناس كثير؟ طبعا بيجوا عليها كل أهل البلد، بس يعني كانت أول ما سووها الحديقة كانت عامرة، يعني كان في ناس كثير، كان في كافيتريات فيه لحد الآن، يعني ممكن في رمضان دائما بيفتحوها برمضان. نعم برمضان بتصير عامرة، بيجي عليها ناس من برا البلاد. أيوة بيجوا بيعملوا فيها أكل، مش أكل يعني، الفطور في رمضان. نعم احنا يعني يا جماعة جايين على كفر النعمة. طبعا حكيت لكم في البث المباشر اللي جيت قدم بنتي على كفر النعمة. طبعا انا بشتغل انا وجوز بنتي في الداخل الاسرائيلي، وجينا شبت هواء على هاي الحديقة الجميلة لأشجارها. طبعا أهل كفر النعمة ناس جميلين جدا، يعني إذا في كان واحد منهم مش كويس، ولكن أهل كفر النعمة ناس طياب ومحترمين ويكرمونا الضيف، ويكرمونا الضيف. طبعا يا جماعة الخير، الشجر اللي انتم شايفينه، الصفوف هاي الشجر أنا اللي زرعتها زمان. هاي يسلم ايديك والله، يعني كنت في الصف الخامس لما أنا كنت أزرع هاي الشجر زمان، كنت اشرد من المدرسه وكنت اجي ازرع شجر هون. حلو، واخذ مصاري ما شاء الله. يعني احنا اليوم سويتش بس الحديقه واشجارها الجميله، والسناسل هاي اشتغلنا فيها. تطلع السناسل هاي، هاي السناسل كيف مكحله، كيف حجار من الوادي جبناها، والطلياني كنا نروح نجيبها من الخليان. نعم ما شاء الله، الشجر كبير جدا. قديش تقريبا عمر الشجر هذا يا معتز؟ هذا الشجر الكبير من اول ما اجيت على الدنيا وانا بشوفه. يعني انت قديش عمرك يا معتز تقريبا؟ انا عمري 28 سنه. يعني يعني هذا الشجر كان موجود بجوز حوالي اكثر من 100 سنه، وكان كبير هيك بنفس المنظر لما انا اجيت على الدنيا. حلو، تو ما شاء الله. شوف الورود والاشجار ما احلاها ما اجملها، واللي زرع هذه الاشجار يسلم ايديه. بقول لك معتز من اوائل الناس اللي زرع هذه الاشجار. الشجر الورد الصغير يعني جميعها انا اللي زرعته، لانهم اعطوني ازرعه وكل جميع. هاي الصفوف، هاي الشجر، كل شجره بعيده عن الثانيه تكون نص متر. هذه البيوت المحيطه بالحديقه، وفي طبعا ورانا مدرسه بكل معتز. في اظن في كاميرات يا معتز موجود هون. نادي، وفي عندك جسر. نادي كفر النعمة. في جسر كمان. نادي كفر النعمة. شايف هذا المدخل، المدخل اللي على الشمال. هذا المدخل الشمال. المدخل الشمالي بتروح اخر المدخل على اليمين. المدخل هذا واحنا جايين على الشمال بتروح على اليمين. في هون جسر. في هون نادي. هذا هو نادي كفر النعمة. كمان نادي اللي وراه هذا على الشارع الرئيسي. نادي كفر النعمة جاي جنب الحديقة بالضبط تقريبا. هذا هو طبعا في عندنا هذيك النادي الجديد الكبير اللي فيه قاعة. هذه قاعة اكبرها. هذه قاعة. وهذا الأسير. بس نشوف القاعة شباب بس شوي. صورة اللي عليه صورة الأسير اللي هذا الأسير الذي خرج جديدا من السجن. محمد جابر. محمد جابر، الله يا رب يفك جميع أسرى أهل فلسطين. طبعا شوفوا هذه الصورة، اللوحة، هذه اللوحة الجميلة، يعني اشجار ونهر لسه ما كملناش. في اكيد مناظر فيها بفلسطين، هذا اكيد. احنا لسه ما زلنا مستمرين ب
قرية كفر لعبة. في غرفة ورا هون. اها. هان احنا جينا عند الألعاب الأطفال الموجودين هون. بدك تاخذ الولد أيان. يلا تعال العب هون أيان. هذه الألعاب بيجوا فيها الأولاد بيلعبوا فيها بعد العصر. وين شجر الورود هذه تبعت غرفة الورود وينها؟ في غرفة بقول لك اياها. هي جوا بس غرفة الورود. تقدر تشوفها من هنا؟ ممكن ادخل جوا. ادخل من هنا من الغد. شوف بس هالشجرة الورد هذه الجميلة جدا. امسك امسك. طبعا هذه الورود يعني جميلة جدا، انا بحبها بالورود. بهديها لكل متابعيني الاعزاء الكرام في الوطن العربي كاملا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديم عليكم الصحة والعافية. ونحن لسه مستمرين في تصوير هذه المنطقة الجميلة قرية كفر جامع. تعال شوف شوف هذا الحجر شو يا مكان. قال بعد شوف هذا المكان هذا شوف هذا الحجر حجر اثري. شو هذا الحجر يعني وين جابوه هذا الحجر؟ مش شكله بي هذا؟ هذا بي عمو؟ هذا الحجر شو اللي سواه هيك يا مكان؟ هذا شو؟ هذا بالخارطة شغل المهندسين. يعني بالخارطة عشان المهندسين يعني اجى معهم تخطيط هيك حطوا الحجر هذا عشان ما انت بتعرف حديقة. الحجر اثري. هذا حجر اثري يا مكان اكيد يعني فعل مكانه صح. شوف حتى الدوائر اللي حواليه. الدوائر اللي حواليه يعني جميل جدا. حتى الأدراج اللي فيها مطلقة مرتبة ونظيفة. وبتمنى يعني الناس اللي زهكانة ببيوتها وخرفانة حالها ومش لاقي شيء تيجي تقعد في المناطق الجديدة هذه الحلوة. هذا ضمن غرفة غرف الأكل والشرب وعيش البيوت. فعلا خرافة جميلة جدا. شوف الكوخ الموجود هذا يا مرتاز. صور البطة هذه يا مرتاز. ادخلها صورها تعال. هاي قعدات راكية هاي. راح بشوف هذا المكان هذا المكان بطقة يعني مثال إنها بطقة جديدة ونقاب على تصميم هذه يعني الأجواء هان حلوة كثير بتصميم هذه الحديقة إنه أجواء ورد وإنه نعم صحيح. بطلها مفروض انه يكون في بي لازم هذا ولكن ما اعتقد انه طيبين على هذا الموضوع. تسوي لي شيء فيه صح؟ لسه لا بيشغلوها برمضان. شوف المسبحة مثلا شوف بطل هذه المنطقة هاي. هاي نحن وصلنا عند منطقة هذه يعني مثل هي زي مسبح زي هيك. بكم فدناه بجوز جبتي طبعا بصور باب بصور هذه المنطقة الحلوة تجريعة. هذا في المسبح يا مكاز. هذا شو يا مكاز؟ هاي نفورة هاي بتطلع لفوق فوق زي الفرنجية. طيب ليش مش مستغلينها يعني يعملوا فيها اشي؟ اوكي ماشي عشان ما الفترة اللي مرت كورونا وسكرت وما جابوا حدا يعني نظفوها وزبطوها بس يعني مع الوقت لقدام راح تفتح يعني. يعني هاي شوف حتى خيال الشجر بداخلها شيء منظر رائع جدا. منظر يعني بيوحي على جمال كفر نعمة. قرية كفر نعمة قرية رائعة بناسها وبشوارعها وبحاراتها وبمناطقها بحواليها جميلة جدا.
يعني احنا شوف حتى المناظر هذه رائعة جدا. انا والله بالفعل يعني انا مبسوط جدا اني انا جاي هنا اشم الهواء في كفر النعمة. القرى عندنا في فلسطين جميلة، قرية بيت ريبة، قرية النبي صالح، قرية كفر النعمة، بالعين، نعلين، قرى يعني جميلة جدا. طبعا جميلة تتميز. هذا يعني الحديقة كبيرة يا معتز، حديقة كبيرة. هذا هو محمد جابر عبده، الأسير المحرر بسجون الاحتلال الإسرائيلي بعد قضاء 20 عاما في من الأسر، والنضال مستمر حتى التحرير إن شاء الله رب العالمين. ربنا بيطلع كل المساجين من الأسر بإذن الله تعالى. طيب يعني انت بتعرف معتز امتى يعني تأسست هذه الحديقة؟ هاي الحديقة اصلا يعني من لما كانت البلد طبعا مش مبنية جميعها، كان في هون شجر من زمان يعني عادات اللي كانوا ساكنين قبلنا هان. حلو. تمام. وهي المنطقة شجر بيجوا بقعدوا فيها وبيعملوا اكل فيها، بشموا الهواء فيها، يعني هي عبارة عن كعدات هذه، فاهم؟ من قبل، فاحنا صممناها وزبطناها وطورناها، يعني زرعنا فيها شجر وسوينا لها سناسل ونوافير وشلالات وكل شيء، وبلاط خارجي يعني، وشغل مهندسين شيء ودعم. يعني اجاكم دعم ولا اهل البلد اللي دعموا يعني المشروع هذا؟ دعم اجانا من برا، من يعني تكون مناطق عربية طبعا، من دول عربية. طبعا انا مش شايف ناس كثير معتز، بعتقد انه كمان شوي بيجي على البراد، لانه اليوم الطقس عندنا يعني يا جماعه دافي، الطقس اليوم مش برد عندنا في فلسطين، الطقس اليوم مشمس ودافئ. هذا كله بسبب الدعم في بلدنا. انا لما بيجي دعم على البلد بفوتوه بمشروع زي هيك، بيستفيدوا منه، مش يعني تقول انه بروح هيك على الفاضي، لا، بينزلوا فيه مشاريع. طيب في يعني بدي اسالك سؤال يا معتز، يعني في مشاريع اخرى يعني جميله مثل هذا المشروع في البلد غير الحديقه؟ يعني مثلا يعني غير النادي، غير المدارس، غير يعني مشاريع خاصه يعني؟ طيب يعني في عندنا مسابح تمتاز في طولها، يعني مسابح طويله. نعم. في منتجع، في مسابح موجودين يعني، متجع فيه موجود، عبارة عن منتجع سياحي. طب موجود اسمه، فيش يعني في كل الضفة ما فيش زيه، في موجود. طب ان شاء الله زيارة ثانية معتز له باذن الله، ان شاء الله رب العالمين. خلينا نروح على المنطقة اللي كان عنها معتز، اللي هي منطقة الشلال والكوخ. يلا، شلال كثير يعني، خليكم معنا يا جماعة. منها زي ما انتم شايفين احنا داخلين على دخلة الشلال تحديدا، في وسط حديقة الحرية. ايوه يا بطل، طبعا جميع يعني تقريبا جميع البلد كانوا ياخذوا صور في هذا الشارع مميز اللي بفوت على على الشلال من هون في وسط الطريق. هاي صورة جميلة جدا، وانا راح اعطي عمي صورة جميلة جدا في هذا الشارع. هذا كوخ قديم، لازم تصور في هذا الشارع. اكيد بتز، هذا الشارع اللي بحكي عنه بتز هو شارع شلال. احنا راح نستمر في ماشي فيه. يلا تفضلوا معنا عشان نشوف الشلال. بس اعتقد الشلال موجود فيه ماي حاليا، ولا مش موجوده؟ لسه فيش اشي مشغل فيها، بس هي اسمها منطقه الشلال. اها، فيها شلال كبير هو هناك. هيو واضح انه قدامك الشلال، بس ننزل الدرج راح اكشف الكاميرا عليه.
طبعا ديروا بالكم يا جماعه، يعني ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس واللايك عشان نجيب لكم ونورجيكم افضل مناطق في فلسطين. هاي الشلال يا جماعه الخير، طلع كيف شيء تراثي يا جماعه، طلع زي ما انتم شايفين، لاحظوا انتبهوا كيف الشلال مصمم بطريقه، يعني طريقه، لحظه اوضح في الكاميرا، وهي عمي على الشلال، احنا بدنا نطق كل صوره. في كبسه زين، اها طقيتك صوره، هي كمان صوره مع الفيديو، هو فعال احلى متابعين في العالم، متابعي قناه الاعلام عماد زين. طبعا شوف المناظر مع جبالها، يعني صخور كبيره يا جماعه الخير، طلع بس مر عليها بطل زيت بهدوء، صخوره يعني طلع مثلا، يعني هي في اضواو هون بداخل الصخر ومواطير، هي زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير. اه ركز على المناظر الحلوه بقى. شوف الشجر هاي، شوف الصخور كيف طبعا، هاي الورد اللي صخور ربانية صخور ربانية زي آه. لا احنا جبناهن عمي في الونش، انتم حطيتوا بالونشات الكبار، ايوه احنا حطيناهن، ولا صخره كانت هون جبناهن من الجبال يا عمي. صح. فعلا انه يعني المنطقه الشلال، خليك اذا استغلوها هذه المنطقه، بعتقد انها تكون منطقه جميله جدا، وراح يجيب معنا ناس كثير من كرة كثيرة. عمي بشكر طبعا اخونا وحبيبنا وسيدنا وجوز بنتي معتز السايس بقرية كوفة النعمة. كان هذا لقاء بالفعل يعني جميل، وكان بالفعل هذا لقاء يعني جولة فلوق، جولة ممتازة في سيدي حبيبي اهلا. ومعنا ايان طبعا، بدنا نجيب الصورة على ايان. ايان كل باي للجناس، يلا ايان، يلا كل باي، كل باي باي باي، يلا باي باي. واحنا ان شاء الله رب العالمين راح نروح معكم على مناطق ثانيه اكيد، نوديكم فلوقات ومناظر جميله جدا. خلينا نشوف بس الجبل هذا الموجود قبل ما ننهي يا معتز، الجبل الموجود هذا الجبل الجاذبه. في حديقه عكبالك يا عمي في الجبل، في حديقة ثانية على الجبل، بس المنطقة بالهانية بدهم يعملوا لها تل فريك، تطلع حديقة على الجبل عمي. في حديقة على الجبل هي عكبالك، بده يسوي تل بدهم يعملوا تل، بدي صورة على الاشجار اللي غاد زي ما انتم لاحظوا يا جماعة الخير، في حديقة على بلجي اخواننا في الجزائر والمغرب ومصر ودول عربية، في حديقة على راس الجبل بدهم يعملوا البيت صغير موجود غير باحلى، بدهم يعملوا غاد تل فريك من هون لغاد عشان تل فريك عشان الناس توصل من هون لهناك. كل الاحترام، زي ما انتم شايفين هذيك الحديقة هي، طلعوا في بنيان دور، مش دور، هذول عبارة عن كانتين، عبارة عن ساحات. خذ كل الجبل يا معتز، خذ كل الجبل وتعال امشي من هون، تعال خذ من هذه المنطقة أحلى. خليني أورجيكم بس الجبل الموجود هذا، جبال فلسطين أحلاها، جبال فلسطين يعني كانت هذه جبال الخاوية فيش فيها ولا شيء، ولكن الآن أصبحت ملاهي بيوت وشوارع، وحتى شوف الشوارع حتى بتروح على أشجار الزيتون، صار فيها يعني شيء. هاي بتروح على البلدة القديمة الطريق، هي طلع من هون، هذا بقول إنه في بلدة قديمة، بلدة قديمة كمان، نزورها إن شاء الله يا معتز. بلدنا طبعا جماعة الخير، كل حارة فيها بتساوي عن بلد، يعني بلدنا كبيرة كثيرة، وفي عدد سكانها 22,000 إذا مش 25 صاروا لحد الآن. حلو. يعني عدد سكان كوفة النعمة 25,000 نسمي. أها. ما شاء الله قرية كبيرة يعني. إحنا جينا من البيت لهون مشي على هاي المنطقة اللي الحديقة، حديقة كوفة النعمة. طبعاً إحنا رايحين يا جماعة لنباكم مع هذا المنظر الجميل. هذا معتز، إحنا بنجيك هذا المنظر. وفي لوحة السينما يا عمي هي على شمالك. بدي لوحة السينما ولكن بدك تشغلي. احنا خلينا نيجي ناخذ يا جماعة من هذه المنطقة الحلوة الجميلة. هذا الفلوق الجميل. منظر عالم. إن شاء الله يا ربي بيعجبكم هذا هذه الجولة وهذا المشهد اللي رأيتموه قدامنا. وإذا كنتوا بدكم عايزين فلوقات مثل هذا، أتمنى كنتوا تكتبوا لنا تحت الفيديو كومنتات وتعليقات
شو بدكم اعملكم انا في المستقبل، يعني قصدي المستقبل يوم يومين يعني الايام القادمه، وبتمنى لكم التوفيق باذن الله تعالى. كان معنا الشيف معتز، طبعا هو بيشتغل شغلات كثيره. شكرا لك يا نسيبي، اتمنى لكم حياه سعيده، وان شاء الله رب العالمين. كمان مره بحكي لكم اياها، بتمنى انه يعجبكم هذا الفلوج وهذه الجوله مع نسيبنا معتز السايس. طبعا هو بيعرف شغلات كثيره في البلد، ورح يوديكم على مناطق ثانيه جميله جدا مثل الجبل وجاناكم اياه، مثل التل فريك اللي حكى عنه معتز. نختم معكم من منطقه الشلال اللي لسه ما انعملت، وان شاء الله بيجيها الدعم والعمل. لا تنسوا طبعا الاشتراك في القناه، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ووضع لايك. وتحيه كبيره لاهلي وشعبي الفلسطيني الغوار. واتمنى لكم حياه سعيده والى اللقاء. وخلينا مع هذه المشاهد مع معتز خلال دقيقه واحده. تفضل معتز، اعطيه مده دقيقه واحده صورها وبالوقت على السريع. السلام عليكم. تعال تعال يا سيدي، يلا هوبا. يلا يا جماعة إلى اللقاء، نلقاكم إن شاء الله الساعة 6 ونص في بث وحي وباقي عن دور المرأة في المجتمع الفلسطيني. السلام عليكم.